بهيدا النهار قررت أدرس 10 ساعات وهيدا كانت النتيجة. Wish me luck. I'll keep you updated. مشوار رايحين مشوار. يا عمي ما بدي زعبر. هيا حلوين، رح أخبركن شوي عن روتين الصباحي. أنا شخص بحب يوعى بكير لأنه بيكون في بعد كتير رواق. بعرف إدي صعبة نوع الصبح خاصة بفترة الشتاء بس يكون في كتير عتمة، وكلنا منقول يلا بس بعد 10 دقايق نوم، وأكيد هيدا 10 دقايق تتحول لساعة وساعتين. أول قرار تاخدوه الصبح هو إنه تقوموا من التخت، وهيدا أصعب قرار ممكن تاخدوه، مشان هيك لازم تاخدوا القرار الصح. أول ما يدق الألارم 3-2-1 دغري منقوم، وأكيد كتير صعب إنه الصبح نقوم بواجبات معقدة، مشان هيك بلش بقصص بسيطة. فأول شي بعمله هو إنه بعمل ماي فلاش كاردز. هون مثلا عملت تبع نوتريشن وتبع الإميونولوجي، ما بياخدوا كتير وقت، هون أخدوا تقريبا 12 دقيقة بس بحس إنه عملت إنجاز كبير. من بعد ما أكون صحصحت مظبوط ساعتها بعمل قصص شوي معقدة أكتر. هون كنت عم بدرس مايكروبيولوجي، عم بقرا ماي نوتس وادرسهم، وكل ما ادرس صفحة جديدة بسكر الكتاب وبجرب على ورقة بيضة اتذكر واكتب كل شي درسته. من بعد ساعتين درس اخدت ماي فيرست بريك، شبت كباية مي، شربت على رواق وكفيت درس. اهم شي بس تعلموا معلومة جديدة، فكروا مثل الاستاذ، كيف ممكن يسألوكن هيدا السؤال بالفحص؟ من بعد ما خلصت مايكروبيولوجي كنت عم بعمل فلاش كاردز، وحتى لقيت فلاش كاردز معمولين خالصين اونلاين. ومن بعد تقريبا 3 ساعات درس فتت على الأوضة تحضر حالي، وهيدا بيني وبينكم بحس انه كل ما الطاولة كانت مكركبة على الدرس كل ما بكون عم بدرس احسن. اخدت بريك، زبطت حالي، حطيت ماي ميك اب لانه رايحين مشوار صغير، بس ماما حضرت لنا قصص كتير 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 طيبة. ساعدتني نصور تيك توك على السريع لانه ما عم لحق نزل كتير هونيك. مشوار رايحين مشوار. And then me and Lovey we could play the bait. كسرنا وتسلينا بالضيعة كان وقت نرجع البيت ونتغدى، وكان بدي قلكن انه اكيد بس يكون عندي فحوصات بدرس يمكن اكتر، بس كنت حابة اشوف قدي فيني اشد على حالي وادرس بايام ما فيها كتير ضغط. Wish me luck. بس عن جد كتير متحمسة اشوف اذا انا قد التحدي. I'll keep you updated. Study tip، بس تكونوا تعبانين او زهقانين شوي من الدرس جربوا غيروا your location لانه بتعطيكن a new and fresh perspective. مثلا انا غيرت ماي لوكيشن من اوضه القعده لاوضتي. It's okay that we change, but it feels kind of strange that you're not in my life. You're the only one that saves me when I'm alone. You're the only love that I've ever known. دايما تسالوني كيف ممكن نكون مندفعين اكثر على الدرس، والخبريه هي انه احنا محاوطين بقصص كتير ممكن تلهينا عن الدرس، مثل التيك توك، تويتر، الانستغرام، وكل هالسوشيال ميديا بيعطونا شيء اسمه instant gratification. الانستنت gratification هي انه احنا ممكن نوصل على الشيء اللي بدنا اياه بسرعة وبلا ما نتعذب.
رح أعطيكم مثل بسيط. إذا كنتوا على تيك توك وعم تعملوا سكرولينج على فور يو بيج وشفتوا فيديو ما كتير عجبكن، بحركة واحدة أنتوا قادرين تغيروا هيدا الفيديو وتتخلصوا من هيدا النيجاتيف فيلينج اللي كان أسوسييتد مع الفيديو اللي كنتوا عم تحضروه. ومع الوقت بتصيروا تلاحظوا إنه جسمكن ببطل صبور بقى، والشي بدكن ياه يتحقق بهالثانية ذاتها. أما مع الدرس لازم تكونوا كتير صبورين لأنه الجواب ما بيجي بسهولة، بدكن تشغلوا دماغكن كتير قبل ما توصلوا للجواب الصح. وأكيد أنتم ملاحظين إنه بس تكونوا عم تحلوا شي معقد شوي بتبلشوا تقولوا لحالكن هيدا كتير صعب مستحيل، وهيدا لأنه نحنا كتير تعودنا على instant gratification. مشان هيك أول تب بعطيكن ياها هي إنه بس بدكن بلشوا تدرسوا حطوا تليفونكن محل كتير بعيد، عطوا لأمكن، تحطوا تحت المخدة، تحت الصوفة، محل ما بدكن بس ممنوع تدقوا فيه. ما حسيت إنه القهوة عملت لي شي. ماني بعد عندي 4 ساعات و12 دقيقة. يمكن صار لي شي ساعتين عم بدرس وقلت بشيك على التايمر، طلعت حطيته باوز وناسية. الله يا عمي، ليه life is great. ما بدي زعبر وغير التايمر، بس عن جد درست شي ساعتين ما فينا ادرس بعد زيادة شو 12 ساعة. خلص مالي سامحوني. عن جد حاسة حالي عم زعبر. 2 hours and 40 minutes. Start. الساعة 8:30 وأنا حتى مني منتبهة. جبت بيتزا، هيك بضل شد الهمة شوي. Hi, this is editing Gaelle speaking. بس كنت بدي أقولكم إنه هون كنت عم بشتغل على my senior study presentation وقدمتها نهار الخميس، عملت كتير كتير منيح. So yes. شو يا Gaelle؟ مش الحال؟ إدي بعد معك وقت؟ بعد عند ساعتين وربع. It's fine. I can do it. You're just falling asleep. So what's your plan هلا؟ بدي أجرب خلص my presentation وتصور تاخد لي شي ساعتين، so I should be done on time وبركة فينا نام. حزار أمي رح يدرس كمان 10 ساعات بكرة. لازم أعمل editing لفلوج التيك توك، so let's select the clips. هيا حلوين. كل مرة هيا حلوين and welcome to vlog 100 and no vlog 154. Okay. هيا حلوين and welcome to vlog 154. When I go to sleep at night, don't make it a reason why I can feel those butterflies. When I go to sleep at night, I finally know the reason why. 3, 2, 1. Happy New Year! وأخيرا خلصنا هيدا ال 10 hour challenge. إن شاء الله تكونوا تسليتوا وتعلمتوا شوي من البروسيس وكيف تمشي الخبرية. I love you so much. ما تنسوا تعملوا subscribe, like, تدوروا notification bell و comments، ورح جرب رد على الكل. بحبكن كتير. Guys ما تنسوا تحضروا bloopers. Yeah! Good night. Guys, أنا وجابي كنا عم ناخد صور وهلا ضاعوا أهلنا، ما بعرف وينن ونحن. I love pizza. بصير طاير بيتزا منقيش لبنة وخضرة وشاي وكل شيء. Happy New Year. Okay, رح نلمهم مثل الشاطرين.